سالنا محاضرتين وان شاء الله نبدا الام دي تي اللي حضراتكم فيه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتي هتبقى سريعه ان شاء الله وتو ذا بوينت يعني. انترستيشنال لونج ديزيز اسوشيتد بالمونري هايبرتنشن. والصراحه السلايدز الاولانيه اللي انا حاططها انا حطيت التو مينستر ان وان كيج عشان انبه ان احنا مش بنتعامل مع وان ديزيز بس، احنا بنتعامل مع تو ديزيز. التو ديزيز دول لوحدهم كل واحد فيهم تشالنجنج في الكلينيكال بيكتشر والدياجنوزس والبروجريشن بتاعه، فما بالكم لما الاثنين بيكونوا كومبايند مع بعض ان وان كيج، وبناء عليه فاحنا لازم ننتبه ليهم ونعمل لهم ايرلي اورينتيشن و ايدنتيفيكيشن عشان نقدر نعمل لهم فولو اب ونشوف البروجنوز بتاعهم ايه. تاني حاجه في المحاضره الدكتور احمد عبد الجواد زميلنا ودينامو وحده البلمونري هايبرتنشن هو معايا وكان مجهز معايا المحاضره ديت، وان شاء الله هيكمل جزء في المحاضره. هتكلم سريعا عن البريفلنس. هل البريفلنس بتاع البلمونري هايبرتنشن فريكوينت في العيانين انترستيشال، هل هو فريكوينت ولا انفريكوينت؟ هو اكشوال هو اندر ريكوجنايزد بس هو فريكوينت. انا ليه كتبت كلمه اسوشيشن وكومبليكيشن بالرغم ان هي مش مكتوبه في الليترشر كده؟ هي مكتوبه في الليترشر انها كومبليكيتد لا عشان بس انا كتبت اسوشيشن من باب ان احنا ننتبه ان في عيانين انترستيشال لونج ديزيز مش لازم يجي لك في سيفير فورم عشان يديفولب البلمونري هايبرتنشن. والنقطه دي مهمه جدا زي ما الدكتوره هبه وجيه قالت بعض الحاجات دلوقتي اللي احنا هنقولها في البريفلنس بتاعه البلمونري هايبرتنشن. بعض الديزيز في الانترستيشال بيبقى اسوشيتد معاهم بلمونري هايبرتنشن ايرلي، وبناء عليه انا لازم اكون اورينتد زي ما احنا مثلا دلوقتي هنشوف اللانجرهانز سيل هيستوسايتوزس. بعض الليترشر بتقول اب تو 100% بيحصل لهم بلمونري هايبرتنشن، فانا مش لازم انتظر الادفانسد فورم بتاعه البلمونري لانجرهانز سيل هيستوسايتوزس عشان ابدا اعمل له اشوف هو بدا يخش في ار في فيلير ولا لا، اطلب له ايكو، اطلب له كاردك ام ار اي، اطلب له رايت هارت كاس او غيره. فبناء عليه نفتكر كلمه ان البلمونري هايبرتنشن ممكن بي اسوشيتد او كومبليكيشن. اليوجوال ان هو كومبليكيتد، وان انا كل ما بيزيد اللنج فايبروزس ويزيد الادفانسد فورم بتاعت البلمونري فايبروزس بيزيد البوسيبيلتي بتاعت البلمونري هايبرتنشن. لوجيك من المورفولوجيكال ديستورشن والفيسل ديستورشن والهايبوكسيميا والادفانسد ستيج، فشيء طبيعي ان انا بمشي في الباث فيسيولوجي بتاع البلمونري هايبرتنشن. اما النهارده نطلع من السلايد دي ان انا ممكن اقابل عيان انترستيشن ايرلي في بلمونري هايبرتنشن، وممكن يكون سيفير وممكن يبريزنت بلمونري هايبرتنشن زي ما هوري حضراتكم قبل ما يبدا واكتشف فيه بعد كده الانترستيشن لونج ديزيز. وعشان كده بنتنقل من 30 ل 50 في الايرلي وممكن نوصل ل 60 وفي حالات بعض ريكورد 86%. طب البريفلنس ده الناس اختلفت عليه. طبعا زي ما انتم عارفين الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي والاوروبيان ريسبيرتوري سوسايتي غيروا الديفينيشن بتاع البلمونري هايبرتنشن، وبناء عليه السنه الاخيره دي هم في دلوقتي في دايليما شويه في ان هم ان كل الليترشر السابقه قبل كده كانت بتديتكت البلمونري هايبرتنشن في عين انترستيشال على مين بلمونري اكتر من دبل قسطره 25 والبي في ار اكتر من 3. احنا دلوقتي بقينا فوق ال 20 بس عشان نشخص بالمونري هايبرتنشن، وان البي في ار بتاعنا اكتر من 2 والويدج بريشر بتاعنا اقل من 15. وبناء عليه هي بتختلف حسب ان انا ديتكت امتى البالمونري هايبرتنشن والديفينيشن والاندرلاينج تايب بتاع الانترستيشال لونج ديزيز ده البريفلنس بتاعه. طيب طب ايه الامبورتنس بتاعه؟ ان هو الانترستيشال لونج ديزيز البالمونري هايبرتنشن لو حضراتكم فاكرين الاوروبيان سوسايتي بتاعت الكارديولوجي النقطه اللي انا عامل عليها، احنا عندنا جروب 3 اللي هو بالمونري هايبرتنشن اسوشيتد لونج ديزيز ده السكند موست كومن كوز اوف بالمونري هايبرتنشن. يعني احنا عندنا لو احنا هنرتب احنا عندنا اول مجموعه هي اللي هي جروب 2 بالمونري هايبرتنشن دي اللي في المقدمه حق. ثم يليها البالمونري هايبرتنشن ديو تو اسوشيتد لونج ديزيز، وبناء عليه احنا بنتكلم دلوقتي الاي ال دي بالمونري هايبرتنشن هو السكند موست كومن كوز اوف بالمونري هايبرتنشن لو احنا حاطينه في مجموعه اللونج ديزيز. احنا اول مجموعه الكاردياك الهيف بيف والهارت فيلرز ريديوز اجكشن فراكشن وشغل الكارديولوجي والكونجنتال اللي معاه الويدج بريشر اعلى من 15. تاني مجموعه ودول عشان كده منتشرين كل عيانين الشيست ديزيز، وبناء عليه احنا بنتكلم في السكند موست كومن كوز اوف بالمونري هايبرتنشن. طيب والنيجاتيف امباكت زي ما احنا هنتكلم فيه، وان هو ممكن يجي لك عيان زي ما انا هوريكم مثلا عيان الساركويد ممكن الكرونيك لونج ديزيز او الساركويد ده يخليك تغفل ان انت تشخصه بالمونري هايبرتنشن، وبناء عليه انت قاعد شغال مع الانترستيشال والبارينكمال ديستورشن وانت عامل لك اوبسكيورنج ان انت ان الديسنيا ممكن تكون من الاي ال دي، ممكن تكون ربما يكون مورم عنده الاكسرسايز كباسيتي بتاعته مش كويسه، هو قاعد يشتكي لك وانت قاعد تعلي الاميون سبريسيف لو انت حاطه على اميون سبريسيف انت قايل له ان انت حالتك كده والاخر وانت
مش منتبه ان هو عامل لك ماسكينج او انت مش اورينتيشن. وعشان كده مهم جدا الاورينتيشن بالمحاضره دي، ان احنا يو سي اونلي وات يو نو. احنا مهم جدا نكون عارفين الريليشن شيب ما بين انترسيشال بالمونري هايبرتنشن. طيب انا يعني هيؤدي لايه الكونسيكونس بتاعتهم ايه؟ الاي ال دي هيديتريوريت والبالمونري هايبرتنشن هيديتريوريت لما الاثنين هيبقوا مع بعض. طب الاي ال دي هيحصل ايه؟ الاكسرسايز كباستي هتقل، الفانكشنال كباستي هتقل، هيبقى المريض ده محتاج مور سبلمنتال اوكسجين، واحنا هنعرفه من كده. هي كواليتي اوف لايف هيبقى ورس بروجنوزس، ده مش عيان انترسيشال عادي، ده بقى في فاسكولار دي كومبنسيشن، بقى في معاه بالمونري هايبرتنشن. الاكسربيشن بتاعه كتير وممكن نعرفه من كده. يعني انت لو جالك عيان اكسربيشن كتير زي ما احنا هنقول، ابدا حط بسبيلتي يكون بالمونري هايبرتنشن، قوم قيمه، قوم شوفه كلينيكال، قوم اعمل له ايكو وقيمه وشوف هل في بالمونري هايبرتنشن لا. وطبعا بيزيد المورتاليتي ريت. طب عيان البالمونري هايبرتنشن اللي فيه اسوشيتد انترسيشال لونج ديزيز، ده عيان برون اكتر ان هو هيبقى مودريت تو سيفير بالمونري هايبرتنشن، هيبدا يخش منك في الكاسكيد اللي هو رايت فينتريكولار هايبرتروفي، وبعد كده الهايبرتروفي ده هيفيل، وبعدين هيبقى ار في فيلير، وهنخش في السيركل اوف ديس بتاعت الار في، ان احنا بدانا خلاص نفيل ان احنا تكومبنسيت البريشر ده، وبناء عليه الانترسيشن مع بالمونري هايبرتنشن بيزود البروجريشن بتاع الريسبيرتوري. تعالوا نشوف الانسيدنس في الديزيزز عشان نبقى منتبهين ليه. زي ما الدكتوره هبه قالت، احنا نشوف البلمورال انجلان سيل هيستوسايتوزس بتوصل اب تو 100%، من 60 ل 100%. اذا مش مقبول ان انت تشوف عيان بلموناري، تشوف عيان ال سي اتش وما تطلبلوش ايكو، تساله على الكرايتيريا والسيمتومز والساينز بتاعت البلمورال هايبرتنشن، ان انت تفولو اب وتحط عينك في راسك ان هو ممكن يكون في بلمورال هايبرتنشن، ان انت تطلب ان انت تقرا في الاتش ار سي دي حاجات معينه، وتطلب من زميلك بتاع الراديولوجي ان العيان ده لما يجي يقرا الانترسيشال بتاعه هو في كرايتيريا بتاعت بالمونري هايبرتنشن في السي تي اللي نون كونتراست العادي كوريليت مع البالمونري هايبرتنشن اللي احنا هنقولها دلوقتي ولا لا. ان هو بياخد قرايات معينه ويقول لك العيان ده سبوز ميبي يكون في اسوشيت بالمونري هايبرتنشن. تاني عيان على طول اللي هو الكومبايند بالمونري انفيزيما فايبروزس، ده بيوصل لغايه اب تو 50%. الاي بي اف الليتريتشر مختلفه فيها، في ناس قالت في المال ده 15 ومع البروجريشن ممكن نوصل ل 38. وطبعا الكونفت تيشو ديزيز زي ما الدكتوره مروه قالت بتوصل اب تو 30%، وبالذات طبعا على الطب بتاعتهم السيستميك سكلوروزس والسكليروديرم. واحنا طبعا بيقابل معانا عيانين كتير جدا في العياده سيستميك سكلوروزس، لما بيقولنا بالمونري هايبرتنشن غالبا بيبقى معاهم بارينكمال ديستورشن واي ال دي، وعندنا كذا حاله في العياده بتتابع معانا كده في عياده بالمونري هايبرتنشن. اللام 7%، والساركويد، الساركويد واحد من الديزيز اللي بالرغم ان الانسيدنس بتاعتهم 5 و7، بس ممكن يجي لك من بدري بالمونري هايبرتنشن، وبعض الليتريشر كاتبه فيه لغايه 35%. وتعالوا اوريكم الساركويد ممكن يجي لك بايه عشان تتخيلوا، من الساركويد ممكن يجي لك باي طيب من البالمونري هايبرتنشن. اول حاجه الجرانيولوما ديبوزيشن في البالمونري ارتري، وفي ممكن يعمل لك بالمونري ارتيريال هايبرتنشن، وده هيخليه لك كانه جروب 1. جروب 2 هو الكاردك ساركويدوزس والهيف بيف والهس، وممكن ياثر على ليفت سايد، فممكن يجي لك بجروب 2. هيجي لك ببارينكمال ديستورشن ويجي لك بجروب 3. هيجي لك بسليب ديس اوردر ويجي لك بجروب 3. هيحصل له بالمونري امبوليزم ويجي لك بجروب 4 بالمونري هايبرتنشن ستيف. هيجي لك بقى ان هو مالتي فاكتوريال ويجي لك بجروب 5. هل تتخيلوا ان الساركويد لوحده بيعمل الخمسه تايبز بتوعنا بتوع البالمونري هايبرتنشن؟ وعشان كده لازم ننتبه واحنا بنفولو اب عيان ساركويد ان هو يكون ممكن يكون فيه اسوشيتد بالمونري هايبرتنشن. الديتكشن هو تشالنجنج صراحه، لان هم فعلا السيمتومز بتاعتهم متشابهه شويه، الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم متشابه، وبالتالي الديتكشن بتاعهم مش سهل. السيمتومز والساينز بتاعتهم نون سبيسيفيك، السكريننج مش حاجه سهله. طب تعالوا احنا الجدول ده ملخص العيان ده، العيان اللي داخل لك العياده بتاعت الانترستيشال، امتى تنتبه ان هو العيان ده يكون فيه بالمونري هايبرتنشن؟ هتشوف فيه علامات البالمونري هايبرتنشن اللي احنا كلنا عارفينها، ابدا من عند الكونجستد نيك فين، الهيباتو جاجلر ريفلوكس، عنده تندر، عنده تندر ابدومن، عنده بيدل اديما، تيجي تسمع الشيس بتاعته هتلاقي عنده هيف على الباراسترنال، عنده اكسنتويتد اس 2 على البالمونري ارتري. ابدا هتقيم العيان، هتلاقي فيه ريجرج، وهتلاقي فيه دايستوليك ميرمر، هتلاقي فيه سيستوليك ميرمر على التراكاسبت، وهتلاقي جراهام ستيل ميرمر على التراكاسبت بتاعه والبالمونري. طيب انا عملت له بالمونري فانكشن، مهم جدا ان انت تكون عارف البيز ليفل بتاع العيان الانترستيشال لونج ديزيز بتاعك. لو لقيت العيان بيديتوريوريت واللونج فوليوم ثابته والدي ال اس او بيقع، ده غالبا عيان ديفلوب بالمونري هايبرتنشن. تاني عيان بيديتوريوريت كلينيكال والبالمونري فانكشن ديسبروبورشن، اللنج فوليوم بتاعتها مش ديسبروبورشن مع حاله الانترستيشال، يبقى غالبا في سبب تاني
مستخبي اللي هو الفيسل دي كومبنسيشن. طب انت عملت بالمونري فانكشن ثابته ولقيت الدي ال اس او بيقل اكتر من 15% والحالات اللي ريكوردد اقل من 40%، على طول تديتكت فيهم ان هم فيهم بالمونري هايبرتنشن. واخر كلام في الليتريتشر كاتب ان الاف في سي بتاعتك لو اكتر على الدي ال اس او اكتر من 1.6 ده عيان فيه بوسيبيلتي عاليه قوي ان هو يكون في بالمونري هايبرتنشن. جابها منين؟ ان هو الفورس فيتال كاباسيتي كويسه وثابته وان اللانج فوليوم ثابت، بس الدي ال اس او بيقع منك، يبقى ده عيان بوسيبيلتي بتاعت البالمونري هايبرتنشن. اللابوراتوري عيان انت شكيت، سحبت له الان البرو بي ان بي لقيته بيعلى، ده غالبا عيان فيه بالمونري هايبرتنشن ورايت سايد هارت فيلير، والحاجات الجديده الهارت تايب فاتي اسيد وغيره. الشيست ايمجنج واحنا هنقولها في سلايدز وحدها من اهميتها، سواء الدايليتد بالمونري ارتري اكتر من 29 ملي، واحنا كبالمونولوجيست لازم نكون حافظينها زي الراديولوجيست بالظبط عشان تطلبها منه وهو يقيسها لك. فهو لو جه قال لك 3.1 انت مش عارف اصلا ان هو النورمال 29، انت مش عارف ان في ريشيو ما بين البالمونري ارتري والاورطه لازم تكون عارفها. ولو لاحظنا الليتريتشر كانت كاتباها 1.2 وبعدين نزلت لواحد وبعدين اخر كلام 9/10 الريليشن دي، معناها ان هم عاوزين ينتبهوا بدري انت البالمونري هيبدا يقرب من الاورط. يعني اخر كلام 9/10 قبل كده كنا احنا ايام نيابتي كان 1.2 مثلا وبعدين بقى 1 وبعدين دلوقتي بقى 9/10. مش بس كده، الار في على ال في، واطلب من زميلك بتاع الراديولوجي هو هياخد عليها اكسس لونجيتيودنال اكسس وهيقيس لك الار في على ال في، ويبقى يا ريت بعد كده الريبورتات بتاعه الانترستيشال بعد كده تحت ينوه ان هو يكون في رايت فينتريكولار افكشن ولا لا، بحيث ان انا انتبه ابدا ابص جاز انا مش واخد بالي من البيد القديمه، جاز الحقه قبل ما يخش في ار في فيلير. تمام. الايكو طبعا انا هقولها في صوره لوحدها برضو، الترايكاسبيد ريجرج فيلوستي والار في على ال في والفلاتنينج والاوت فلو تراكت. انا جبت هنا بتاعه الراديولوجي البالمونري ارتري هو ايكوال للاورتا، ده عيان شايفين في ادفانس بالمونري فيبروزس وفي هاني كومبنج، ده برضو الدايليتد الاورطه. وعين في ساين جميله جدا شايفين الريليشن شيب ما بين السيجمنتال بالمونر ارتري والبرونكس، عندنا في ريليشن شيب ما بين البالمونر ارتري السيجمنتال او البريفرال والبرونكس، المفروض ما يكونش المنظر ده. لو اكتر من 1.9 ده بوسيبيلتي عاليه جدا ان العيان ده فيه بالمونر هايبرتنشن. اذا افتكر ان انت هتبص سنترال على المين ترانك قبل البايفوركيشن، وهتبص بصه بريفرال على السيجمنتال ارتري ريليشن للبرونكس. احنا عند على فكره الريليشن شيب دي لو انتوا فاكرين بتتعكس في البرونكيكس ان الاير واي تبقى اكتر من الفيست عشان اللي بيجمع يعني وداخل امتحانات. تمام. يبقى في ريليشن شيب ما بين البرونكيال ارتريال ساين وسيجمنتال ارتريال برونكيال ساين. تمام. ريشيوهات كلها بتتحسب. طب الار في على ال في اكتر من 1. تمام. طيب الاورينتد وبيحب شغل الايكو، احنا هنا كل الفيوهات ديت اللي موجوده في الاي ار اس الجديده بتاعت الاوروبيان سايت في شيست وكارديولوجي اللي مجمع كل تجميعات الايكو بتاعتنا. لو احنا بدانا من الدايليتد ار في، من الار في الريليشن شيب بتاعت ال ال في، الدي شيب سيبتم بتاعت ال ال في، الدايليتد اي في سي سنتر، هاخد التابسي العادي اقل من 1.8 وهاخده في التشو دوبلر اكتر اقل من 9.5، هعمل الفاك اكويشن او الاجكشن فراكشن بتاعه الرايت فينتريكولر، هعمل الرايت فينتريكولر اكسلريشن تراكت الرايت اتريال اريا واعمل لها تريسنج وتبقى اكتر من 18 وفي سيفير اكتر من 26. هعمل طبعا الحاجه الرئيسيه بتاعتنا ان احنا الترايكاسبيد ريجرج فيلوستي اللي بنعرفها من البرنيولي اكويشن، واحنا عندنا القاعده اكتر من 2.8 هو ده ايكوال للايكو حوالي 38 اللي هو بيقول لك بروبابل بالمونري هايبرتنشن، وطبعا باقي الداتا بيبدا يقول لك هاي بروبابيلتي ولا لو بروبابيلتي. ده البيك ريسبيراتوري فيلوستي، وبعدين البريكاردال افيوجن علامه من علامات السيفير رايت سايدد افكشن او سيفير بالمونري هايبرتنشن. الرايت هارت كاس طبعا زي ما انتم عارفين هي المين ستاندرد بتاعت الدياجنوزيس بالنسبه لنا، واحنا الحمد لله زي ما احنا دكتور احمد هيقول احنا دلوقتي وصلنا للقرب ال 35 او 38 حاله قسطره شريان رئوي وبيفولو اب معانا اب تو 400 عيان. وهنا بشكر زمايلنا في الكاردك ايمج دكتوره داليا والدكتوره دنيا والدكتوره بسمه والدكتوره نهال، الصراحه هم باك اب لينا على طول وموجودين معانا في الكاردك ام ار اي، واحنا كل يوم بنتعلم واحنا ستيل كريبنج في البلمونر هايبرتنشن وبنتقدم يوم بعد يوم باذن الله. الرايت هارت كاست
طبعا هي الاستنادة. طب انا مقبول ليا ان انا اعملها لكل عين انترسيشال؟ لا، استراحه الليتريتشر قايله لك هنا وقف شويه قبل ما تعمل رايت هارت تشيكس لكل عين انترسيشال. اذا كان بريبيرد طبعا للونج ترانسبلانت، طبعا تمام. طب اذا كان السيمتومز ديسبروبورشنال مع الحاله بتاعته، طب انت ناوي تدخله اندر كلينيكال ترايل في لازم اكسبيرت سي بالمونر هايبرتنشن سنتر؟ ماشي اوكي، ان انت هتعمل له رايت هارت كيس. اذا انا مش اي عين انترستيشال معدي لازم اعمل له رايت هارت كيس. هم عاملين لنا ليميتيشن لانها طبعا حاجه انفيزيف، ثاني حاجه اكسبنسيف، حاجه ممكن مش هتفيدك قوي في الداتا، خاصه ان البريكابيلري بالنسبه لها هتطلع لك لو هي بريكابيلري مش هيقدر يديفرنشيت ما بين جروب 1 وجروب 3، وبناء عليه هي مش الحاجه الفظيعه في الدياجنوزس، ولكن ممكن تستخدمها لو انت هتبدا علاج او هتدخله لونج ترانسبلانتيشن او ان انت هتعمل له فازر اكتيفيتي او ان انت ناوي تخش معاه في فولو اب او سيركت، بس لازم في بالمونر هايبرتنشن سنتر. وطبعا اخر كلام زي ما احنا قلنا البي في ار اكتر من 2 والوجي بريشر اقل من 15 والبالمونر ارتري بريشر المين اكتر من 20. احنا طبعا احنا بنشتغل في الوحده، احنا بنشتغل ويفز جايدد، ساعات بنشتغل لو متاح اندر سي ارم لو موجود يعني، وخاصه في العينين اللي فيهم ار في انيوريزم عشان خاطر ما يحصلش كويلنج واحنا شغالين. احنا قرب 35 حاله شغالينهم مثلا ويفز جايدد، واثنين او ثلاثه بس اللي شغالينهم اندر سي ارم. احنا بنعرف ان احنا نقلنا من الرايت اتريم للار في، وبعدين الدايستوليك نوتش في البالمونر ارتري، وبعدين بنويج وكل واحده فيهم بناخد قرايات بتاعتنا. ده الرايت هارت كاس بتاعنا، ودي البارامتر اللي بنطلعها من الرايت هارت كيس اللي موجود. دي حاله من حالاتنا، وده طبعا شغل الدكتور احمد عبد الجواد، هو اللي ربنا يبارك له بيجمع لنا الحالات. دي حاله من حالاتنا اللي اشتغلناها اندر سي ارم واحنا ماشيين بالقسطره، ودخلنا الار في وبعدين دخلنا البلمونري وبعدين ويدجت في البلمونري. ودي حاله من الحالات الكويسه اللي كنا شغالينها اندر سي ارم هناك في اسم في العمليات يعني، كنا شغلناها رايت سي ارم. طيب نفس الكلام اللي فات، ان انا بمشي المفروض في الابروتش ان انا قلت هشوف الكلينيكال وهشوف اللابراتوري وهشوف السي تي عشان ابدا ديفرنشيت العيان، وبعدين بعمل له الايكو، وبعدين بشوف هاي بروبابيلتي ان هو اي ال دي وبالمونر هايبرتنشن ولا لا. دي برده سلايد ثانيه مجمعه تعتبر اتقالت في الكلام. طب الباثوجينيسيس ايه؟ يعني القصه قصه ايه؟ القصه اختلفوا فيها وقالوا ديفرنشال، قالوا اسباب كتير، قالوا ممكن تكون الهايبوكسيميا طبعا بتعمل فازوكونستريكشن، وده بيزود البالمونري ارتري، بيعمل بالمونري ارتري فازوكونستريكشن، وزي ما احنا عارفين اي فازو كونستريكشن بيزود البريشر، لان هو البريشر حصل ضرب فلو في ريزيستنس. فانت لو قللت لو زودت الريزيستنس وقللت سرعه الفلو بيزيد المين بالمونر ارتري بريشر. ناس ثانيه ردت عليهم قالوا لهم لا، طب ما في عيانين بييجوا مش هيبوكسك فيهم سيفير بالمونر هايبرتنشن، قالوا يبقى في اسباب ثانيه. طب هل هي مثلا ابيثيليال انجري؟ قالوا فعلا ان في حالات كثيره من الانترستيشال او البرزنتيشن ليها فاسكولار دي كومبنسيشن، قالوا يبقى القصه قصه اندوثيليال انجري. ايه الاندوثيليال انجري؟ الاندوثيليال اللي هو اللاير بتاعه الفيسلز، قالوا بيطلع اندوثيلين 1 اللي هو المين فازو كونستريكتور، بيقلل الناتريك اوكسايد بتاعنا اللي هو المين فازو دايليتور، اللي هو بيقلل البروستا، بعد كده بيقلل البروستا سايكلين، وحطوا هايبوثيسيس ان هي القصه قصه ليله اندوثيلين وان القصه كلها فازو كونستريكشن. في ناس ثانيه قالت في الريفلكس اللي بيحصل فازو كونستريكشن ده بيزود البلاد سبلاي للاريا اللي مش هيبوكسك، بيحصل شير ستريس وبعدين بيطلع ميدييتور ثانيه وبعدين بيحصل انفلاماتري كاسكيد ثانيه. في ناس قالت ان هم وجدوا ان البي ام بي ار 2 اللي هو البون مورفوجينيك بروتين ريسبتور بتاعنا بتاع البرمونه هايبرتنشن لقوه في عيانين كتير انترستيشال لونج ديزيز لما جم عملوا لهم سيرفي. الجين ده بيقلل الترانسفورميشن جروث فاكتور اللي هو واحد من الحاجات البروتكتيف فاكتور بتوعنا ان العيان ما يحصلوش بالمونر هايبرتنشن. عدم وجود ده بيخلي ترانسفورميشن جروث فاكتور يزيد فبيعمل مور فازوكونستريكشن وبروليفريشن وغيره. طبعا الكسكيت دي انا بقطعها بكل السبيسيفيك ثيرابي بتاعنا، بس ده مش موضوعنا في السبيسيفيك ثيرابي، وهنتكلم في التريتمنت دلوقتي. هل التريتمنت بتاعت الاي ال دي ان انا ما اديلوش علاج؟ لا، اديله علاج بس مش هتديله سبيسيفيك ثيرابي الا في مواضع معينه جدا. عشان تاني، عشان يا جماعه الابيوز اللي بيحصل، ما فيش حاجه اسمها عيان انترستيشال بالمونر هايبرتنشن ولا اي ماشي على سيلدينافيل وبوزنتان واوبسمت، ده كلام غلط تماما. امال ايه؟ اول حاجه ان انا ابقى انا عارف ان انا ما فيش ابروفد اب تيل ناو ميديكال ثيرابي غير جاست ان اخر جايد لاين اللي سمحت لنا في حاجه واحده بس اسمها انهيلد تريبي بروستانيل، ده واحد من البروستاسايكلين انالوج، وقالوا ان هو ده بس اللي هو ليه رول دلوقتي لغايه دلوقتي في الليتريتشر في الانهيلد تريبي بروستانول، هو ده اللي ممكن تديه العيان انترستيشال لونج ديزيز. اما كل الاستادز اللي هوريها لحضراتكم دلوقتي على البوزنتان ما كانتش مشجعه، على الاوبسمت ما كانتش مشجعه،
على سبيسيفيك ثيرابي ما كانتش مشجعه، وبناء عليه لسه مازال احنا ما عندناش بروفد ميديكال سبيسيفيك ثيرابي للاسوشيتد بالمونري هايبرتنشن انترستيشال لونج ديزيز الا الانهيلد تريبي بروستانول، وده مش متاح عندنا دلوقتي. وهم فسروا الامر ده ان انا لما بدي حاجه فازودايليتور او الحاجات بتوع البالمونري ارتر بريشر ان بيحصل ميس ماتش، اما الانهيلد تريبي بروستانول لما بديه لوكال ما بيحصلش ميس ماتش. هنا الجزء الهايبوكسيك الدم الجزء الهايبوكسيك للفازوكونستريكشن بيروح له بلاد سبلاي بيحصل له ديستريبيوشن، اما الجزء الفازودايليتد بيحصل مور ماتشنج، اما السيستميك ما بيحصلش ماتش. طب العيان اللي هو الهايبوكسيك هدي له اكسجين، طب العيان الار في فيلر هدي له دايوريتكس، العيان ده يخش بالمونري رهاب، بالعكس ده اولى الناس بالرهاب، ده هو الانترستيشن لوحده عاوز رهاب والبالمونري هايبرتنشن عاوز رهاب، فما بالكم الاثنين مع بعض؟ يبقى البالمونري ريهابليتيشن واحد اوف لاين ستريت. اذا انا هعالج بس مش هدي سبيسيفيك ثيرابي، انا هتابع في العلاج بس مش هدي سبيسيفيك ثيرابي، الا اندر كفرج امبريلا اوف سي ان او بي اتش بي اتش سنتر، ويكون لو انا عاوز اخش في كلينيكال ترايل، يعني احنا ناويين نعمل نيد سبيسيفيك ثيرابي مثلا، اختارنا عيانين وليكن مثلا احنا كان عندنا قريب حاله دكتور احمد عبد الجواد حد مدام عبير دي سكليروديرما انترستيشال بالمونري هايبرتنشن، فبقينا محتارين هل القصه قصه انترستيشال بالمونري هايبرتنشن ولا السكليروديرما جروب 1 بالمونري هايبرتنشن. راجعنا اللانج فوليومز بتاعتها والديفيوجن ودخلنا رايت هارت كاس، مشينا زي الجايد لاين بتقول، لقينا اللانج فوليوم بتاعتها ماسكه نفسها وكويسه ولقينا الديفيوجن بتاعها فعلا قليل، دخلنا رايت هارت كاس لقينا البي في ار بتاعها عالي، كنا هنا مطمئنين ان هي فيها جروب 1 بالمونري هايبرتنشن، فبدانا سبيسيفيك ثيرابي وبتفولو اب معانا. هو ده الابروتش اللي بنمشي فيه، ان احنا العيانين اللي هم بيخشوا انترستيشال وكونكتيف تيشو بالمونري هايبرتنشن هنمشي فيهم ازاي؟ ناس بتقول لا ما تديلهمش ما هم انترستيشال، وناس ثانيه بتقول بس الباك جراوند بتاعهم سكليروديرما وفاسكولايتس وبالتالي ممكن يكونوا جروب 1، يبقى انت حرمتهم من سبيسيفيك ثيرابي. تمام. والانتي فايبروتيك الكلام عليها ان في طبعا الترم الجديد بتاعنا البروجريسيف بالمونري فايبروزيس لو هو اتحقق سواء الفايتال كاباسيتي بتاعته بتقل او الديلكو بيقل او في بروجريشن في الاشعه ان هو بروجريسيف بالمونري هايبرتنشن بروجريسيف بالمونري فايبروزيس ممكن يستفيد من الانتي فايبروتيك. دي الاستادز اللي كانت معموله وراها لحضراتكم، هو ده الجايد لاين الاخيره بتاعتنا اللي هي عامله لنا كونديشنال، قالت بقى قالت اخر نقطه كمان ان احنا في بعض الحالات ممكن تستجيب من السيلدينافيل اندر برضو بي اتش سنتر، بس حطوا لهم ترم السيفير بالمونري هايبرتنشن، يعني مش اي عيان بالمونري هايبرتنشن انترستيشال ينفع تدي له سيلدينافيل وتقول ان انا ماشي على الكونديشنال ريكومنديشن اللي هي اقل درجه من درجات الريكومنديشن بتاعت الاي ار اس الجديده بتاعتنا بتاعت 2022. امال اعمل ايه؟ لازم يكون سيفير. طب السيفير ده انا هعرفه ازاي؟ لازم تعمل له رايت هارت كياس عشان تقول ان المين اكتر من 35 او من 20 ل 35 بس البي في بس الكاردك اندكس بتاعتك اقل من 2.4، او في بعض الليتريتشر قال لك السيفير بالمونري هايبرتنشن اللي هو البي في ار بتاعته اكتر من 5، غير كده العيان ده مش كانديد لسيلدينافيل خالص لو انت هتدخله اندر جود اوبزرفيشن في كلينيكال ترايل في بي اتش اس بي اتش سنتر. وبناء عليه هم عاملين لنا ليميتيشن قوي جدا للسبيسيفيك ثيرابي، ولما انتوا تشوفوا عيان انترستيشال ماشي على سيلدينافيل هتلاحظوا ان عنده ممكن يديتريت، وتسال نفسك بيديتريت ليه؟ لانه واخد فازو دايليتور وهو ربنا كان عامل له ميكانيزم الهايبوكسيميا بتاعته عامله له فازو كونستريكشن وشويه الدم رايحين للالفيولاي اللي ديستورد دول، فانت رحت موسع له الدنيا فحصل ميس ماتش، فتلاقيه جاي لك المره الجايه في القعده بتاعته تلاقيه بينهج ومورم وممكن يقول لك انا بقيت بنهج اكتر لانك انت عملت له مور ميس ماتش لما حطيت له السيلدينافيل اللي هو مش محتاجه ولخبط له الفسيولوجيكال ميكانيزم اللي هو كان مكفيه. يعني ثلاث دقائق بس للدكتور احمد عبد الجواد، يعني حقه علينا كدينامو وحده بالمونري هايبرتنشن نقول بس احنا بنعمل ايه في عياده بالمونري هايبرتنشن والتعاون مع باقي الاقسام في ثلاث دقائق بالظبط. هو احنا بدايه احنا بدانا الشغل الفعلي بالنسبه للعياده من شهر 8 2022. هو مش ماشي مع قرب المايك هو سلايد واحده بس قرب المايك ليه؟ هو بدايه احنا بدانا الشغل الفعلي في العياده من شهر 8 2022. الحمد لله لغايه اليوم الثلاث اللي فات احنا استقبلنا 416 عيان. احنا العيانين احنا اول ما بيوصلوا لنا احنا بنمشيهم في الجوريزماتيك ابروتش، بنبدا من اول الاتش ار سي تي للبلمونري فانكشن ال6 مينيت ووك لغايه ما بنعمل اكسكلوجن للاذر كوزس، وبنحط العيان في جروب من الجروبات المحدده بالنسبه للبلمونري هايبرتنشن. العدد الاساطر اللي اشتغلناها بالفعل 38 اسطره. الحمد لله كل الاساطر اللي اشتغلناها فور فري، سواء ان احنا بنوفر الاساطر من المستشفى او من الدونيشن، والحمد لله الامور تمام. يعني
بس في نقطة تانية برضو، ان احنا بالنسبة للعلاجات المتوفرة عندنا، احنا الحمد لله عندنا البوزنتان موجود، بالنسبة برضو للامبريسنتان احنا بنجري دلوقتي حاليا عليه ان هو يتوفر، والدكتور مجدي بيساعدنا في القصة دي. تاني حاجة، معظم العيانين لما بيجوا يترددوا علينا، معظم العيانين اللي هم اللي ما لهمش تأمين بيصرفوا العلاج فري. بالنسبة للعيانين التانيين اللي هم سواء في التأمين او اللي لهم قرارات نفقة، احنا بنساعدهم ان هم يصرفوا العلاج. ونشكر الدكتور مجدي ان هو بيساعدنا على الاجراءات دي، والحمد لله الوحده ماشيه الحمد لله. الحمد لله وصلنا للمحاضره الاخيره في السيشن الاولانيه. اخونا الفاضل الدكتور احمد اهاب، استاذ مساعد الامراض الصدريه، واحمد زميلنا، واحد من البيونير زميلنا ومن الطيور المهاجره اللي في المانيا، وهو شغال في ساركويدوزيس، يعني هو في تيرشري هوسبيتال، هو المسؤول فيها عن الساركويدوزيس بروجرام، وان كل حالات الساركويدوزيس اللي في المقاطعه بتاعته بتريفيرنج للدكتور